شاهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المحاضرة الرابعة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في الموسم الرمضاني لهذا العام تحت عنوان إتقان القيادة والنجاح في عالمنا المعاصر، والتي ألقاها رائد الأعمال ستيف كوكرام مؤسس مشارك لشركة جاينت. ما أحاول أن أفعله هو مساعدة القادة على تخطي التحديات والعقبات التي يواجهونها. فمن خلال المحاضرة تحدثت عن أكبر ثلاثة تحديات غير مسبوقة يواجهها كل قائد في العالم الرقمي دون وجود خطة واضحة للتعامل معها بنجاح، كما سلطت الضوء على أدوات مرئية عملية لمعالجة كل من هذه التحديات. إلى جانب ذلك تحدثت عن نظام اتصال الأصوات الخمسة ومصفوفة تحدي الدعم، وهي أداة مرئية تساعد القادة والمديرين على فهم أهمية الموازنة بين الدعم العالي والتحدي العالي. وبالنسبة لدولة الإمارات فهي تمتلك قادة استثنائيين عملوا طيلة السنوات الماضية على بناء مكانة الدولة وتعزيز ثقلها وتأثيرها ومكانتها في العالم.